بسم الله الرحمن الرحيم. نحن ضمن حملتنا الثانية للسنة الرابعة على التوالي، حملة دفء الشتاء. جهزنا ملابس بالحملة الثانية لكسوة 1200 طفل في الغوطة الشرقية في ظل البرد أو موجة الصقيع التي تشهدها المنطقة. طبعا مثل ما شايفين نحن هون المعرض يلي عاملينه، بيجي الطفل وبتجي معه والدته أو والده وبينتقوا الملابس اللي بتناسب الطفل بكل أريحية. الغاية منه يعني كسوة للأطفال، وبحيث الطفل يكون مرتاح، يعني ياخد الموديل اللي بده إياه والقياس اللي بيناسبه تماما بطريقة منظمة. طبعا احنا هاي ضمن الحملة الثانية للسنة الرابعة على التوالي لدفء الشتاء في الغوطة الشرقية التي ترعاها جمعية إحياء التراث الإسلامي ضمن مشروع إغاثة سوريا، وجزاهم الله عنا كل خير.